الاستاذ. صباح الخير، كل عام وانتم بخير ومن العايدين ومن الفايزين. كلمت اهلي، كلمت جداتي، عايدتهم. كيف حالكم؟ ان شاء الله مبسوطين. رامي صاحي مره بدري، صاحي مره بدري، راح يصلى العيد، وبعدين الحين ما اعرف لحد الحين لسه ما رجع. ناويين انا وياه نفطر برا، يعني كنت مخطط انه نفطر هنا في البيت، بس بعدين كذا ما ادري كذا خلاص انا وياه قلنا خلاص ايش رايك نغير جو ونسوي شيء جديد، نطلع نفطر برا. قلت اوكي. بس المشكله انه هو صاحي مره بدري، فانا اتوقع الحين اذا جاء راح ينام على طول، ما ظنيت انه على طول راح نطلع، ولكن ان شاء الله يجي كذا نشيط ومو تعبان. شوف ايش مرسلي لي. محل لورنسنس، مره حبيت يا بنات، متحمسه مره اني الحين اجرب قبل ما يجي رامي. شوفوا مره حبيت، مره صغير، هذا ممتاز جدا. تخيلت وانا اسافر ما عاد خلاص ما عاد اشيل هم اي شيء، يعني في السفر غالبا ما احب استشور شعري كثير، يعني كل يوم اتروش اذا سافرت، تعرقين ترجعين انت معرقه مره، لكن مرات بس احب استشور من قدام. فاهم؟ شوفوا الديزاين يجنن كذا، دانتيل وبينك، ونحط كذا بين الشنط دائما تحفظين عليه، تحطينه في محفظه وتخلينه مثلا خاص بالسفر. هذا اشوفه مره 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 باكج ممتاز للعرايس، يعني بدل ما تشترين ذا بعدين تشترين ذا لوحده بعدين هذا تشترين المجفف لوحده، ليه ما تشترينهم هذول كذا باكج كامل؟ بصراحه انا ما اعرف السعر، راح ارجع اتواصل معاهم واشوف لكم الاسعار واشوف اذا عندهم اشياء ثانيه، او حتى ممكن اروح المحل حقهم يعني. بعدين الديزاين شايفين كذا دانتيل، يعني شيء مرة فنان وحلو، كذا اكسسوارات مرتبة تحطينها كذا على التسريحة، حتى لو في درج كذا شفاف جنب التسريحة، او حتى وانتي كذا تسوين في نقل عفشك ومدري ايش، مرة حلو حسيت. كمان راح البس هذه العدسات، بس مو ذي، هذه كور اونكس، يعني تقريبا كذا اسمها. تجنن يا بنات، تجنن 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 تجنن، قسما بآيات الله، احلف لكم بالله، تهبل تهبل تهبل. خليكم من هذه، طبعا انا عشان جالسة تجيني عدسات من موقع ايوه، فجالسة ارقمها زي كذا، جالسة اكتب عليها عشان ما اضيع. لكن ذي يا بنات، ذي العدسة مو طبيعية، اللي تبغى تشوفها على عيني، ترى انا لبست العدستين وفي عدسات ثانية كمان لبستهم، اللي تبغى تشوفها على عيني لازم تروحين على الانستغرام حقي في هايلايت، انا مسوي هايلايت في صفحتي على الانستغرام اسمه ايوه، ادخلي عليها وشوفيها على شكل عيني. ما راح تصدقون يا بنات، ما راح تصدقون انها عدسات، مستحيل، تجنن تجنن تجنن. فراح البسها الحين يعني بعد شوية، ماني مسوي ولا مكياج ولا حاجة، بس راح البسها. ومسويت حواجبي، شكلها مرة حلو، طبيعية جدا كأنها عيوني. واو حر. نحن طالعين ندور مطعم عشان نفطر، كل المطاعم مقفلة. وصلنا، اخترنا اوبريشن فلافل هذا. ايوه ما ادري اسمع حلو ولا لا، ما ادري والله. الحمد لله خلصنا فطور غدا صح؟ يلا توكلنا على الله. مرة لذيذة، اللحمة نص نص، طلبنا لحم بالعجين ما نقيش، شو اسمه الثاني طعمية تجنن خرافية، بس والخبز حقهم يجنن، الشاهي مرة روعة، بس وأكلهم رخيص متوسط سعره يعني حلو. بس هذه ما عجبتني مرة، بس هذه مرة لذيذة والباقي مرة لذيذ. يلا نروح سوبر ماركت عشان يمدي. أبي أخذنا كريبو و أبغى أخذ قهوة، جالسة ندلع نفسنا أنا ورامي تشوفون يعني كذا عشان يعني نحس بالعيد. يلا وين نازلة؟ ها الحين ننزل. يلا بس النفاذ شحني خلص حق الكاميرا، خلص ما ينفع تروح. يلا ابغى. طيب هنا يقفل الباب. ما فهمتك، انا مستغرب، احسبك تقول قسم الافراد من هناك، يعني انا امشي واروح كذا من الجهه اللي هناك. لا بس اقول لك انا باخذ قهوه ونكمل هذا وبعدين طالعين عند مشوار ثاني. طيب خلاص ما زعلت ما زعلت خلاص. حط مشروبي. فين مشروبي وين مشروبك؟ اشكر واحد قد طوله يعني نقزمه. ايوه صدق، هذا انا هذا انت؟ ايوه صح والله، حتى نفس طولنا كذا انا ورامي، يعني هو مو مره طويل عني. خلاص طيب طيب انا قزمه. هو طلب سولتد كراميل، اعشقه اعشقه مره. اذا تبون في تجربون طلبي في الصيف جربوه مع ايس كيوب يعني بارد، واذا تبون تجربونه في الشتاء جربوه حار جنن. ورامي راح ياخذ باقات ورد كذا عشان امه وابو بعده. لأمي وأبويا هنا كان حتى أنا جبت لهم باقات ورد عشان أبعيتهم، بس أمي وأبويا بعيدين عني. أوه الحين أروح أبكي في البيت. من زمان من زمان
خلاص كم مره اشكي لكم عن هذا الموضوع، اقول رامي ابغى اسوق ابغى اسوق ابغى اسوق علمني، طبعا اقول ابغى اجرب ولا وات ايفر. تخيل عرفت ليش كان اجل الموضوع، طلع الاخ ايش مسوي؟ قال لي هديتك حقت العيد انه اخليك تسوقين. الحين معترض انه يقول ليش تجربين تسوقين وانت ما تعلمت يعني، وانا قلت طب خلاص انت علمني. يقول لا مو انا اللي علمك، اللي علمك واحد بروفيشنال يعني شخص، مو انا اللي علمك. عشان كذا مو يقصد انه هو ما يبغاني اسوق، بالعكس يعني صحيح. يكون السيارة المحضرة يكون فيها فرامل عليها. ايوه ايوه يعني هذا الشخص اللي هنا يسوق انه عنده قدرة، هو خايف رامي عليه عشان ما حد يحسب انك انت شرير ولا شيء، بالعكس. اوه يعني انت انسان كويس وتدعم المرأة وتدعم كل حقوق المرأة. شوفي بنات كيف الشارع قاعد يقول له خاف في نزلة كذا، خاف تطيح. جالس يقول لي لا ما راح تطيح، يلا بس الله يلا. الله بس الله تبادل. وانت وين وديك؟ اقرب عمود. رامي طب علمني قبل. يما احس اني خفت. سكر سكر بابا. امسك. ابغى اصور وانا اسوق ما ينفع؟ لا صراحة ابدا. انزين ضبطت المراية. طيب يمين ويسار. المفروض انك تشوفين جزء بسيط من السيارة، الباقي كله على الشارع. اوكي انا اشوف من هنا مرة ممتاز. هذه المراية يعني اشوف شوية. مو مرة. كيف شوية؟ لا الفكرة انك تشوفين جزء بسيط من السيارة، تشوفين ذاك ال ايوه هذا دفي يسار. يسار. اللي في النص، لا اللي في النص دفي يسار اللي حيصير يا رنا. اوكي حتاخذين طبعا مره بسيط يعني، لا تشيلين هم، ما هي صعبه السواقه، قلت لك ما في اي صعوبه في اللي بتسوينه انت. طيب الصعوبه الصدقيه مع السيارات كيف تنتبهين والى اخره. هذه بس عشان الحين انت بس كذا ساكت ساكت، لا ما حتستوي الحين. انت لما تفك هذه بتمشي السياره. ايوه ايش اضغط فرامل. ايوه انت امسكي على الفرامل الحين، مستعده؟ اتركي الفرامل. لا ما عليك، اتركي الفرامل كيف رامي تركيه. It's okay you're fine you're fine it's okay. شارع فاضي، اضغطي مرة ثانية عشان تتعودين. شفتي بس كذا خلاص مو بقوة. شوفي هو يزيد يزيد حبة حبة، نقطة نقطة يزيد. أوكي. تسارع هو. اوكي طيب بس الحين والله سهلة. ايوه شفت انا قلت لخالدة قلت لها والله سهلة. حتتحمسين بزيادة، حيجيك دوار حتلفين والى اخره. مالك تسكي امشي بسرعة. بس السيارة قاعدة تمشي رامي. طيب. انا ما قاعد اضغط على البنزين. ايوه الحين ايوه حلو، رجلك على الفرامل ستاند باي اذا احتجتيها. الحين خذي الدوار عادي لفي. ايوه خليك في النص خليك في النص خليك في النص. ايوه لفي يسار الحين خليك في النص. يمديك كيف الف؟ لا تضغطي بالكامل. طيب. اتركي. طيب اضغطي بنزين حبة. لا ما راح اضغط بنزين. اضغطي بنزين. ما ابغى. اضغطي بنزين. ايش فيها تلف هذه طيب؟ رنا ريلاكس. طيب ايش اللي اضغطي بنزين بنزين. طيب لازم الف بقوه ها؟ ايوه برا. اوكي اوكي يور فاين يور فاين. اضغطي فرامل اضغطي فرامل وخر على الفرامل. طيب بنزين 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 على مهلك. بنزين بنزين ايوه بنزين ايوه. الحين الدركسون حتلفينه بقوه. ايوه ايوه هذه تعدلين على طول عشان ما تستوين. ايوه ليش طب تخليني بسرعه احط الدوار مره صعب. خلاص رجلك على الفرامل الحين. الحين على الفرامل. ايوه على مهلك كذا بس نقطه صغير. ايوه ادخلي في النص. ما لا تفرمين بالكامل. ايوه لا لا يلا الحين الف بقوه. لا تخليك على الطريق حقك. بنزين على مهلك على الفرامل روح يسار. فهمت الحين؟ اعتمد على نفسك، انا ما بقول لك ايش تسوين الا يعني شفتك بتصدمين بسحب عليك عاطل في هذا ونخرب ام السياره بس دقه بس يور فاين. شفتي كيف؟ بس انت تحكمي بنفسك، انت بس تخافين تضغطين فرامل. ايوه لا اذا حسفتي بتصدمين اضغط الفرامل. اضغط الفرامل بس اذا انك حتمشين كذا لا اتس اوكي يور فاين. خليك رجلك عند الفرامل. ايوه اذا احتجتي يور فاين خلاص امشي زي ما انت زي ما تشوفين الطريقه الصح. حطيت فيديو. ايوه الله هذه زوجتي تسوق الحين ما اضغط ولا فرامل صح؟ ايوه ايوه لفي ايوه اضبط الدركسون زي ما تشوفين الطريق تمام مره تمام. اتس عن المسار. ايوه ايوه اتس اوكي مره حلو احسن كل المرات اللي فاتت والله. لان يمكن 10 ساعات نحن هنا من يوم اذن من صلاه العيد ونحن نفرفر في الشارع. This is amazing. حتى صرت اتكلم انجليزي عشان ينقال لنا برا السعوديه. الحين امسك يمين صح؟ يسار يسار. ايوه لين تاخذين اليوتيرن القادم. ماما بابا شوفوني. يسار شويه زياده. ايوه
عشان تسخين المصاري. الحين في مطب اخفف؟ ايوه يعني مطب واحد ما ادري. المهم يلا اوكي خذي يوتيرن الحين. شوفوا شوفوا الاحتراف. ضغط بنزين دخلنا في السيراميك. ايوه تمام. ايوه رجلك على الفرامل خفيف. اضربي فرامل شويه. ايوه الحين ادخلي الدوار. شوف شوف دخلتي الفنان. الله بدات اعصابي شده. بس كان نفس لما تلعب سوني. بس كان حلو الطريق. شوف كيف فاضي مره ممتاز للعب. للعب اوف واضح اني انا ما في نيتي. عجبتني اللعبه هذه اللي تسمونها سواقه. ايش رايك كم تعطيني من 10؟ 2.5. لا 2.5 كبدايه. كبدايه لا كبدايه اعطيك 7. الحمد لله كانت تجربه حلوه. الحمد لله ربي يعني ربي اكرمني وجربت على الاقل يعني الين ما ربي يعني يسرها ان شاء الله وتتيسر يعني السالفه كلها من تعليمي لسياره الى كل شيء. كانت تجربه ممتعه وراح اربطها بال عيد الحج. وشكرا على الهدية الحلوة وان شاء الله باذن الله ربي يوفق كل البنات. واشجعكم يا بنات ترى مرة ايزي وسهلة بس تحتاج تدريب مرة كثير. لازم تدربون مرة كثير. مو تدريب زوجك ولا انت تدربين بنفسك. لا طبعا لازم يعني اشراف اشراف حقيقي يعني بروفيشنال ناس يعني مختصة بهالشيء. الحين بروح سوبر ماركت عشان نكمل العيد الحقيقي. ما احتل انا وياك. ايوه بس انا وياك. طلعوا فيها الشيبان ذول. لا لا مع الكيك ابغى احطهم مع الكيك. اوكي. جوا جوا ها؟ ولا اخذ معلب احسن؟ لا احسن كذا. كذا؟ طب احس اني ابغى هذا. راح اسوي كيك. هذا العادي ابيض. قلت عشان اسوي جسم الخروف. بذي كذا كانها فرو الخروف. واحدة الخالدة. اقتل واحدة زي كذا بكيوكي. جبنا الخالة أم رامي والعمو أبو رامي أبو الخالدة يعني أعز الأشخاص في حياتنا. بسم الله. وين هنا؟ عيدنا في التميمي. الحين راح أكلم أخلي. أخلي؟ راح أكلم أهلي. قولوا لهم هاي. قولوا هاي. الرسالة حقتكم. رنيم قولي هاي. 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 كيك ببدأ أسوي الكب كيك. وجلست اكلم اهلي وعايد عليهم زي كذا نشوف ايش اخبارهم كلهم من الشرقيه الى جده الى الرياض. صحت يعني رنا قاعده تصور فلوج. اي قاعده اصور. قاعده اصور يا روان فلوج العيد. هذه الاداه اللي اشتريتها بجلس اسولف معاهم واكمل كيكه العيد. يلا شوفوا هنا بعد كم يوم. بعد 4 أيام ولا 5 أيام. يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات بنات.
يعني مو غنمة؟ لا حتى تشبه الغنمة شوية مرة؟ عادي شوي بس يعني تفاجأت من نفسي. يقولون عني فنانة دائما في كل مكان. شوفي حرفيا هذا وجهها، شوفي هذا اللي تسويتيه. يعني مرة يشبه من بعض. يعني مو غنمة؟ يعني شوفي نعطيه لسامي نقول له هذا حق سوبر ماريو يستانس ترى. الحين احنا في اليوم اللي قبل العيد، يعني ليلة العيد بطلع عند خالدة، جهزت الفشار، هنا اكياس الخرفان، راس الخرفان شايفين، عشان اتفقت انا وخالدة انه احنا نسوي عيدياتنا، عيديات الاطفال وعيديات الكبار، حتى انا ما عندي اطفال نهائيا من جميع النواحي، فمو مشكلة عادي الكبار كمان يدخلون في السالفة ليش لا. خلصنا الحين انا ورامي، قضينا كل شيء، الشوكولاتيت هذا البنات الحين راح يكتبون في الكومنت شوكولاتيه شوكولاتيه. رحنا قضينا اشياء كذا، وحتى قضيت كنفسي كذا صوص كذا معصار عشان ابغى ارسم لبكره انه اسوي كيك كذا بالغنمه وكذا. كيك بالغنمه؟ يعني راس غنم، يعني شكل غنم. والله عرفت الكيك حق فريندز يوم ريتشل شو اسمه سوت كيكه باللحم؟ ايوه. اسوي راس غنمه بالكيكه. من يا شقية يا شقية يا شقية تستخدمينها؟ إلا خمجت حقتي بالله، مرة استخدمها كثير ترى مرة خمجت ليه؟ ما أدري ما أعرف ليش ما أستخدمها، حرام هي أول شيء استخدمتها قبل أول ما تزوج. دائما أستخدم هالأشياء التيشيرتات القطن كذا أستخدمها. ليه ما تستخدمين؟ رامي جاء. الو هلا والله انت تحت، يلا يلا خلاص نازله، يلا مع السلامه باي. يلا بصور لكم شوفوا الشكل النهائي. ياي مره حلوه صح تهبل. يلا رامي جاء، راح نتقسم الحين الاشياء انا وخالده. طول الوقت امها تقول تحب التكنيس، جالسه تكنس. تخيلوا طلعت المكنسه الكهربائيه وطلعت ذي، طلعت مكنسه البخار، مكنسه البخار حتى ما تركتها في حالها. ها؟ مكنسة البخار. ايش قلت انا؟ مكنسة. قلت مكنسة البخار؟ ها من وين؟ تمو. باي من وين؟ قولي باي، سوي بيدك باي. سوي بيدك باي. قاعدة تبوسني ترى بس ما راح اقدر اوريكم. نقول لها شيء. الله يهديك يا بنتي. كذا عرفتي؟ ما نقول. صدق فيها ازواج ما تعرفون. خلصت. يلا كأننا مرة تأخرنا، مو كأننا مرة. مرة تأخرنا. رامي ورنا. كتبت بالانجليزي عادي؟ كفو يا زوجة تعرف انجليزي عشان سايقت اليوم. كويس انت تضحكين، انا لو اضحك خطي ردي خربيش دجاج، بس انا ما اضحك صير ثيران تتضارب. ما مي
قلب. خالة سوت عشان اليوم مرقوق. ياي عشان خاطري انا. نفتح الباب. كل عام انتم بخير. كل عام انتم بخير. خالة تقول لي يقول انك انت سويتي. الله تسلم يدك خالة انت اللي سويتي. انا اول واحدة راح اغرف لان هي حققت لي الامنية. انا عشان خاطرك صراحة. تسلمين والله خالة تسلم يدك. يلا خذ اغرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خلاص احنا راجعين البيت. خلص عيدنا. تعشينا. انبسطنا الحمد لله. كاميرتي ما راضي تسوي فوكس. كان حلويات. كان حلويات. كنا في شهر صرفنا مرة كثير وبسطنا الحمد لله. كان عيد حلو. لا تقطعني. ما راح اقطع الشارع خلاص صرت فنانة من بعد ما سكت اليوم.